السلام عليكم وتحية طيبة لكل واحد من قناة كريم كسر اينما كنتم. مرحبا بكم عام جديد. في هذه الفيديو غنقسم معكم جوج ديال المواضيع مهمين. الاول غنتكلموا فيه على التصويت اللي دار في البرلمان الاسباني على الغاء الكمامات، يعني نعطيكم جميع النقاط الخاصة بهذا الموضوع. هذا موضوع الكمامات اللي كان موضوع وبائي ودابا ولا سياسي. غنتقاسم معكم كل شيء في هذه القضية هذه باش تفهموا الموضوع معايا مزيان. والموضوع الثاني غنتقاسم معكم يعني الرشوة، موضوع ديال الرشوة اللي خاص بالبرلماني ديالنا المغربي اللي شبر 40 مليون كلها رشوة. يعني كيفاش بغيتي البلاد تزيد لقدام وبنادم كيشبر باليزة ديال الفلوس وكيقول لك انا ماشي ديالي. المهم غنتقاسم معكم جميع النقاط الخاصه بهذا الموضوع وكيفاش نتعاملوا مع موقف بحال هكا ديال الرشوه باش نحيدوا هاد الميكروبات من البلاد، لان هما سبب الخراب ديال البلاد وهما السبب ان البلاد بقى غادي معطله ما قدرش اننا ننقذوا القدام. خليكم على الاخوان وكملوا معنا الفيديو حتى الفينال. قبل ما ندخل في الموضوع، اول حاجه رمضان المبارك. نهار السبت ان شاء الله اللي هو غدا 2 ابريل 2022 1443 هجريه هو اول ايام رمضان ان شاء الله. كنتمنى هذا الشهر يكون رمضان كريم على جميع الامه الاسلاميه، والله يدخل علينا بالصحه والسلامه والسلام سوبري تودو السلام على جميع الامه الاسلاميه ان شاء الله في هذه الوقيته اللي كنعيشوها. فالاخوان والاخوات ندخلوا في الموضوع ديالنا اللي جيت نتقاسم معكم في هذا الفيديو. البرلمان الاسباني البارح تمت المصادقه على الغاء الكمامه بصفه نهائيه في جميع الاماكن، لا العموميه ولا الداخل ولا الخارج، يعني الغاء الكمامات بصفه نهائيه. الموضوع ديال الكمامه احنا كنعرفوا هذا الموضوع عاد جايين به، شكون اللي كان كيتحكم في هذه القضيه؟ الموضوع كان كيتحكم في هذه القضيه هو اللجنه العلميه سواء في اسبانيا او في المغرب او في اي دوله، يعني اللجنه العلميه هي كتقرر حسب الوضعيه الوبائيه وكيفاش الانسان يتعامل مع هذا الموقف هذا. كنشكر الاخ ابو رزان اللي كان سبق الموضوع هو البارح، يعني دار موضوع مفيد جدا. مع الاسف هذا الاخ هذا اللي المشاهده عنده طايحه واخا كيبذل مجهود واخا كيدير مواضيع مزيانه. اخ ابو رزان كيستحق انكم يعني تتفرجوا فيه. كما قلنا يعني تم التصويت يعني بغالبيه ساحقه على الغاء الكمامات داخل الاماكن العموميه، وهذا المطلب هذا اللي تقدم به يعني الحزب ديال بيدرو سانشيز اللي هو الحزب الاشتراكي البي سي اي وحزب سيودادانوس. شحال ديال الاصوات اللي صوتت يعني افابور يعني الغاء الكمامات، يعني متفقه على الغاء الكمامات؟ صوتت 187 صوت، منها من السيودادانوس ومن البي سي او اي وحتى من الفوكس. هذو ثلاثه الاحزاب اللي صوتوا على الغاء الكمامه بصفه نهائيه، وكان العدد ديال التصويت هو 187 صوت. العدد ديال الاصوات اللي امتنعت للتصويت 63 صوت، وكانت منها الاونيداد بوديموس والجند كومبروميس والام بي والبي اس اي 4، وزيد عليها بالنسبه للتصويت اللي صوتوا افابور يعني الكمامه تبقى ما تحيدش كان 94 صوت، ومنها اللي في الاحزاب اللي كاينه ديال بي بي والبي ان بي والسي سي. هذوما الاحزاب اللي صوتت ان الكمامه تبقى. اذا في اخر المطاف تم التصويت بغالبيه ديال 187 بالغاء الكمامه بصفه نهائيه. البرلمان صوت، والاجتماع غادي يكون نهار 6 ابريل في المجلس الاقليمي اللي غادي يجتمع بطبيعه الحال اللجنه العلميه ديال اسبانيا باش انهم يقرروا الغاء الكمامات، بما ان البرلمان صوت بالغاء الكمامات. دابا واش هذه الكمامه واش موضوع سياسي ولا وبائي؟ ان كي كيداموس واش سياسي ولا وبائي؟ واش الموضوع كان عنده علاقه بالوباء ولا بالسياسه؟ اش دخل السياسه تصويت الازاله الوباء؟ تفهمنا الاخوان؟ اذا من الديبار الموضوع كان سياسي وكانوا كيلعبوا بينا، الموضوع ما بقاش دابا وبائي، خاص اللجنه هي اللي تتكلم ولا لا وتعطي المقترح ديالها للبرلمان، عاد البرلمان انا يقرر، ماشي البرلمان يقرر وعاد اللجنه تجتمع ومن بعد عاد يقرر اللجنه. اذا هنا الشيء اللي كنا جايين به كنهضروا به شحال في هذا الموضوع هذا ديال الوباء هو اللي كيتفرج دابا بشويه بشويه، اللي ما كانش كاع كيخليونا نتكلموا فيه، ولا تكلمنا فيه كناخذوا عقوبه حتى مع الاداره ديال اليوتيوب اللي كنا خدامين فيها. اذا هادشي اللي وقع في اسبانيا، تم تصويت لالغاء الكمامه، ونهار 6 ابريل ان شاء الله غادي يتم يعني الاجتماع يعني المجلس الاقليمي باش يقولوا اوكي حيدنا الكمامه داخل الاماكن يعني الداخليه في التيندات او في السوبر مارشي، او نرجعوا للحياه العاديه الطبيعيه جدا بدون كمامه لا داخل ولا في الخارج بصفه نهائيه في اسبانيا. هادشي اللي تمت المصادقه عليه واللي نهار 6 ابريل القدام غادي تمحى ديفينيتيفمون. اوكي خلينا هذا الموضوع هذا جانبا، غننتقل للموضوع الثاني ديال الرشوه ديال 40 مليون في باريزا. خوال اخوات الموضوع كيتعلق بواحد البرلماني سميتو سعيد الزيدي اللي هو الابن ديال البرلماني احمد الزيدي. هذا البرلماني احمد الزيدي اللي كان معروف بالنزاهه ديالو والشفافيه في العمل ديالو بطبيعه الحال.
هذا السيد هذا اللي كان رئيس جماعه ديال واد الشراط، واللي تم فين مات بطريقه غامضه، وانتم عارفين القضيه ديال احمد الزيدي اللي مات في الواد، قال لك مشى كان غادي كيصوب ومات هذاك الراجل المسكين. كاينه تما قضيه في شكل يعني لعبوا له باش انه يموت لان كان انسان نزيه. جاء ولده اللي هو سعيد الزيدي اللي ولا رئيس المجلس التهوية ديال واد الشراط وبرلماني، ولا يعني كيتحكم مجموعه من الامور. الاب كان غادي في واحد المسار والابن ديالو غادي في مسار اخر. هاد سعيد الزيدي برلماني رئيس جماعه ولكن مرتشي. هاد السيد هذا كان باش يعطيك رخصه او باش دير شي حاجه شي مشروع، ولا خصك تعطيه فلوس بزاف باش انه يعطيك الرخصه انك دير شي مشروع ولا سكني ولا كيما بغى يكون النوع ديالو في اخر المطاف. يعني هاد السيد هذا هاد سعيد الزيدي واحد المقاول يعني ما لقاش مع الحل، اذا مشى ديكلارا بي عند البوليس وجاب له باريزه في 40 مليون ديال الرشوه وعطاها له وشدها قدام الملا والبوليس كانوا كيصوروا تما. يعني التهمه كانت يعني ثابته في حقه، وهادشي هذا وقع عليه شحال، غير هو كان التحقيق باقي ساري المفعول باش يشوفوا يتاكدوا لان هاد السي البرلماني ديالنا هاد السي سعيد الزيدي قال لك اسيدي انه داك الشيء هذا كان غير كادو، مع ان تزاد عنده الدري كان كادو باليزه في 40 مليون كادو. عمركم شفتوا شي باليزه في 40 مليون كادو؟ 40 مليون رشوه، قال لك هذيك غير كادو حيت انا زاد عند الدري هو بغى يهنيني. تبارك الله تبارك الله، ما كرهتيني يعطوني كادو في غير 1000 اورو الزياده اللي تزاد عندي شي ولد، هذا عطاو 40 مليون كادو قال لك. اذا هنا باش تشوفوا ان واحد السيد اللي كيكون مولف كيعرف كيفاش يدير حتى يتلعب بسميتو. اخر المطاف شنو وقع مع السيد هذا؟ اخر المطاف السيد هذا يعني تم ثبوت الرشوه في حقه وتم الحكم عليه بسنه نافذه وغرامه ماليه قدرها 130 مليون، كغرامه 130 مليون سنتيم غرامة مالية السيد هذا. يعني كانت هي عقوبة زجرية بالنسبة له، يدوز الحبس في الحبس عام وغادي يخلص غرامة مالية ديال 130 مليون. يعني هذا واحد الخطوة اللي هي مهمة بزاف اللي دارتها يعني الشرطة ودارت القضاء دار الخدمة ديالو باش أن بحال هاد الميكروبات هادو يتمحاو عندنا بالبلاد. تخيلوا واحد غادي يشب 40 مليون رشوة غير من عند واحد، غير من عند واحد، هذا شحال شاد ديال الرشاوي من عند بزاف ديال الناس، واحد وجوج وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين، شحال ديال الفلوس غيكون عنده في الدار؟ شحال ديال الزباب ديال الفلوس غيكون عنده في الدار؟ كيفاش بغيتو هذا يخدم البلاد وهو كياخذ 40 مليون باليزة ديال الرشوة؟ ما عمر ما غادي يخدم البلاد طبيعة الحال. إذا هذاك الصراع والتمارة باش يوصل للمنصب باش يوصل لهاد النيفو هذا باش يبقى يجلب في جيوب ديال المغاربة ديال الرشاوي. هاد الناس هادو هاد الميكروبات بحال هادو اللي كاينين عندنا في البلاد واللي هما سبب التاخر ديال البلاد باش نقضيو عليهم، انا كنصح اي واحد ما ياخذش شي مصلحه اداريه ديالو في المغرب الا سق واحد الكاميرا صغيره، كاميرا خفيه صغيره، لان الكاميرا تولو رخاصين دابا، راه كاين كيتباعو في اي في الانترنت كيتباعو يعني في جميع المواقع بلا ما نذكر اسماء المواقع ونديرو الاشهار، يعني في اي موقع كاين كيتباعو كاميرات صغيرين رخاصين 15 اورو 20 اورو، ديرها في جيبك اي مصلحه اداريه خديتيها لصقها هنا باش كتمشي تقضي المصلحه ديالك وانت هاني. الا تعرضتي شي موقف ديال الرشوه كيتصور كيتوثق، هذاك اللي كيتوثق كيديكلاري به كيتمحى الاثار ديالو كياخذ العقوبه ديالو. هادشي هذا غادي نبقى نحيدو دوك الميكروبات من البلاد شويه شويه. ملي غتولي الظاهره والثقافه ديال الكاميرات اصلا الرشوه غتسالى اوتوماتيكمون من البلاد، لان غادي يولي الخوف كلشي غيبقى يدير الاحتياط ديالو من هاد القضيه هادي، ربما المواطن غيكون عنده كاميرا. اذا هذا هو الحل اللي كيبان لي انا باش نقدروا نقضيو على هذه الجائحه اللي خرجت على البلاد واللي ما خلاتناش نزيدوا لقدام، هي الرشوه. وبنادم كيعطي الرشوه وكيدير اللي بغى في البلاد وكيسرق اللي بغى وكيكون عنده كل الصلاحيات لان خدا الرشوه على داكشي هذا. هادو جوج المواضيع اللي بغيت نقاسمو معكم الاخوان في هذا الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وكنشكر كل الناس اللي كيديروا لايك وكيتبعوا حتى للاخير، وكنرحب كما العاده بكل مشترك جديد. شكرا للجميع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.